واحد تقريبا 3 أيام تنقلت بعض المنابر الإعلامية خصوصا المواقع الإلكترونية أن مستشفى بنمسي كيتخلص من نفايات طبية وخصوصا نفايات اللي فيها كوفيد في عرض الشارع. هذا شيء مغالطات وكذوب، لأنه مستشفى بنمسي عنده عقدة مع شركة معتمدة لجمع النفايات الطبية منذ 2016، وحنا عندنا هاد العقدة هادي. النفايات الطبية عندها مسار خاص. أشنو هو هاد المسار؟ كان قبطوا داك النفايات كنديروهم في أكياس حمراء. هذيك الأكياس الحمراء كتكون في حاويات صفراء مختصة، ومن بعد كنحطوا دوك الحاويات الصفراء في واحد المكان محكم كنغلقوا عليه في مستشفى بنمسيك. كتجي الشركة، السيد ديال الشركة كيدوز يوميا باش يدي هذوك النفايات الطبيه، حيت ما يمكنش النفايات الطبيه تلاح في عرض الشارع، لانه هذا ضد خرق القانون ديال الصحي وديال سلامه المواطنين. بالنسبه للنفايات الطبيه، اشنو هو المسار ديالها؟ ملي كتخرج من عندنا من السبيطار المستشفى، كتمشي في واحد الشاحنه. الشركه عندهم واحد اللي كنسميوه حنا لانسينيراتور، واحد بحال محرقه كنحرقوا فيها جميع النفايات، حيت هاد الشركه معتمده في المغرب، كتخدم مع المستشفيات الجامعيه، مع المستشفى العسكري، ماشي اي شركه. وفعلا هاد الايامات مثلا تزادت مع كوفيد، لان خصنا ناخذوا واحد الاحتياطات زائده باش ما تنقلش العدوى لا للمواطنين ولا للاطر، خصوصا حيت شكون كاين دابا في الصفوف الاماميه؟ هما الاطر الصحيه، هما الاولين اللي معرضين للعدوى. الحمد لله انا كنطمئن الناس، وكنقول لهم لا الساكنه بجوار المستشفى ولا الاطر الصحيه محميه، الحمد لله احسن حمايه اللي مسطرها وزاره الصحه، الوزاره الوصيه. وكنوا وانا كنعاود نطمئن الساكنه، خصوصا الساكنه، حنا عارفين الاطر الصحيه، وحنا الاطر لانه ما يمكنش نعرضوا حياه الناس للخطر، لان حنا الاولين معرضين حياتنا للخطر. الا ما خديناش الاحتياطات غنعرضوا حنا حياتنا للخطر، وحنا غنقلوا العدوى العائلات ديالنا ولولادنا والازواج ديالنا ولخوتنا. اذا ما يمكنش ما ناخذوش الاحتياطات. المستشفى يتوفر على عقد مع شركة مختصة ومعتمدة في تدبير النفايات الطبية. هذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني أن أي نفايات طبية ودوائية كتخرج عندنا من المستشفى ولكن تجها الأقسام، مختلف أقسام ديال المستشفى، فهي كتجمعها هاد الشركة وكديها لعندها، وعند حيت عندها لانسينيغاتور، وتما كيتم عمليات الحرق ديال هاد النفايات بطريقة اللي ما كتأذيش لا البيئة لا المواطنين. وكنأكد على هاد الشيء هذا لأن الشركة عندها شواهد جودة وعندها شواهد معتمدة في هاد المجال. هذا أولا. ثاني حاجة بغيت نهضر لكم على أنواع النفايات اللي كاينة. عندنا نفايات طبية ودوائية اللي هي الموضوع ديالنا اليوم، وعندنا نفايات منزليه. شنو الفرق بيناتهم؟ النفايات المنزليه هو كل ما ليس فيه اي اثر للدم او سائل بيولوجي او يمثل خطر على صحه المواطنين. معناه هي النفايات مثلا اللي كتعلق بالاكل والشرب ديال الموظفين ولا ديال المرضى العاديين، ماشي مرضى كوفيد، المرضى العاديين. ومثلا مثلا دوك لي بواط ديال الادويه، غير البواطات، غير الكرتون البابي اللي ما كتمثلش اي خطوره، ما كتشكلش اي خطوره على صحه المواطنين. وعندنا النفايات الطبيه والدوائيه. هاد النفايات الطبيه فهي نفايات اللي كتحمل اي سائل بيولوجي ديال المريض، معناه البول، الدم، اي حاجه ديال المريض كتشكل لنا خطوره. هاد النفايات الطبيه كتقسم لاربعه اصناف. عندنا النفايات اللي هي كاتيجوري ا اللي هي فيها الدم ولا السوائل البيولوجيه مقيوسه بالدم سويه دو سون، مثلا كنلقاو لي كومبريس، كنلقاو الضمادات،
كنلقاو مثلا داك اي حاجه كتكون مقلوسه بالدم. عندنا نفايات بيكون اترونشون، بيكون ترونشون مثلا بحال الابر، بحال الابر بحال هادي. هادو عندنا دي كونتينر اللي كيكونوا صغار كنحطوا فيهم الابر، ماشي الابر كامله غير الجزء العلوي ديالها، وكنحطوا فيها مثلا البيستوري اي حاجه مقيوسه قاس المريض كنحطوها تمايا. وعندنا نفايات بواقي بواقي الانسجه البشريه مثلا اللي كيكونوا تعرضوا للبتر ديال اليد او الرجل، هذه هادو حتى هما يا كنحطوا الا كانت شي بواقي كنجمعهم وكنحطوهم مع النفايات بوحديتهم، وكتم التريتمون ديالهم بطريقه مختلفه على الطريقه الاولى. وعندنا الادويه، الادويه اللي ديسبوزيتيف ميديكو اللي سالات الصلاحيه ديالهم ما كيترموش مع النفايات العاديه، كنجمعوهم وكنديروا لائحه بهم وكنصيفطوهم للشركه اللي هي عندها الصيدلاني الخاص بها، كيعطينا الموافقه، وملي كيعطينا الموافقه كنديروهم في اكياس بنيه اللون. حنا غنهضر لكم على اهميه اللون في تدبير النفايات. دابا هنا كما كتشوفوا هذا السيد المستخدم ديال الشركه ديال سيس انفيرونمون، دابا هو جاب لنا الحاويات الصفراء. هذه الحاويات الصفراء فيها بلاستيكات حمراء اللون، وهذا ضروري الناس يعرفوا ان هذه النفايات اللي كتكون خطيره فاحنا كنحطوها في بلاستيكات حمراء اللون في هذه الحاويات الصفراء، وكنسدوا عليها مزيان وكنعقموا الحاويه من الفوق كاجراء احترازي، وعاد باش كنخرجوها لو ديبو انترميديير اللي هو المستودع المؤقت اللي كنبقاو فيه. وعندنا بلاستيكات اللون ديالها اخضر ولا مخالف لذاك اللون الاحمر، هذه خاصه بالنفايات المنزليه العاديه. فهاد الظرفيه ديال كورونا وديال كوفيد 19 اي حاجه كيقيسها عندنا المريض لداخل فهي تعتبر نفايات خطيره وتشكل خطورة على صحة المواطنين، ولذلك فأي شيء يقيسه المريض ولا يلمسه المريض نعتبره نفايات خطيرة، تتوضع في هذه الأكياس الحمراء اللي كتوضع في حاوية صفراء، وكتخرج من الغرفة وكتعاود تحط في حاوية صفراء واحدة أخرى، وكنزيدوا نعقموها، يعني هذا حرصا منا على السلامة ديال المواطنين والسلامة ديال الموظفين ديال المستشفى بنمسيك. ملي ولا المستشفى ديالنا مستشفى كوفيد 19، فإدارة المستشفى خدات بزاف التدابير. أول حاجة كان تكوين للمستخدمين في المستخدمين ديال النظافة، وكان عندنا تكوين لمهني الصحة من ممرضين واطباء لكيفيه التعامل، لمعرفه كيفيه التعامل مع هذه النفايات. ثاني حاجه اكدنا التواصل وزدنا التواصل مع الشركه المختصه والمعتمده اللي الحمد لله استجبت لنا بطريقه ايجابيه للغايه، واعطتنا واحد المخزون زائد على من هذه الحاويات الصفراء. ثالث حاجه هو ان لا بروسيدور ولا التدبير المعتمد في تدبير هذه النفايات بدلناه، دونك ولينا كنديروا كونتينر حاويه صفراء وحده لداخل الغرفه اللي كيقيسها المريض، ووحده كنحطوها على بره الغرفه اللي كيقيسها المستخدم. يعني المريض علمناهم وقلنا لهم بلي اي نفايات درتوها كاينه هذه الحاويه الصفراء فيها البلاستيكه حمراء غتحطوها لنا لداخل وغتسدوها وغتغلقوا الحاويه وغتدفعوها غير برجليكم تخرجوا لنا عفاكم على برا. ملي كيخرجوا على برا كتم التعقيم ديالها بسائل تعقيم خاص هذه بالمضخه، وكنحطوها في وسط حاويه واحده اخرى اللي كنسدوها، وتا هي بدورها كنعقموها وعاد باش كنخرجوهم وكنديوهم المستودع المؤقت. في الاول كانت عندنا مثلا الشركه كتجي عندنا مره في الاسبوع لان الكميه ديال النفايات كانت معقوله. ملي ولات عندنا كوفيد 19 ولات عندنا كورونا مصالح كورونا في المستشفى، فالكميه ضعفات، نقدر نقول لكم في 10 المرات ولا في 15 مره على الانتاج اللي كان عندنا قبل. لذلك ولا عندنا مستخدم بدوام كامل في اليوم، كيجي عندنا المستخدم من الصباح حتى لسبعة العشية تمنية العشية كيجمع لينا كاع هذوك اللي عندنا وتنخرجوهم على برا. والشركة ولات عندها كتجي عندنا المستودع المؤقت، المستودع المؤقت ها وي فوالا غنعاود المستودع المؤقت. إذا عاود لي هذه الفكرة أنه ولا عندنا مستخدم بدوام كلي، بدوام كلي اللي كيجمع لنا هذه الحاويات الصفراء المعقمة والمطهرة، وكنخرجوها كنحطوها في المستودع اللي عندنا برا المصلحه الاستشفائيه ولكن داخل اسوار المستشفى. احنا عارفين الخطوره ديال هاد النفايات وما كنبغيوهاش انها تخرج لشي اماكن اللي ما خصهاش تمشي ليها، يعني النفايات كيبقاو عندنا تما مقبوط عليهم مسدود عليهم، كتجي عندنا الشركه المختصه ولات كتجي عندنا تقريبا بصفه يوميه.
يوميا من فاس، لاننا زدنا من 827 كيلو في مارس وصلنا ل 3135 كيلو في افريل و 3085 كيلو لحدود 20 ماي 2020.